وصل لعاصمة الفضة. الحرمة يا انسى سكيل اغزد يوري والعار نجاب العاصمة انقرت. الباب المهدر ويحدوك راذر مدينة معروفة بالأصل ديالها الأبواب ديالها وصورها العريق شوف من كل مدن المغرب العتيقة غالبا ما كتكون محاطة بسور وأبراج المراقبة كانوا كيستعملهم في القديم للحماية من الغزاة وغالبا الاسم ديال هاد المدن كيكون مشتق من شي قصة أو شي نشاط كانت معروفة بهذه المنطقة هذه ولكن اليوم وصلنا المنطقة عند قصة غريبة تيزنيت جوهرة الجنوب عاصمة الفضة العاصمة النقرت سيدي مرحبا بكم حماس تزنيت عطيني لا حماس للبلاند راه تسنسو غرابات اللي لا حماس للبلاند سيدي موح عطيني واش كدير نحن حماس تزنيت من ذيك الصباح هذا اي جمال تزنيت ما شاء الله عريتيني عندي زيت فولكي عندي زنيت مير حقيس الى اخره يعني. جينا لتيزنيت اول مره غادي ندير فلوغ في تيزنيت هاد المره غادي يكون فلوغ في شكل غنصور بزاف ديال الحوايج غادي نوثق هادشي كامل وغنجمع شويه بشويه ان شاء الله باش نديرو فلوغ على تيزنيت فلوغ غيكون وثائقي تشرط بالانتاج ديال المجوهرات الفضيه بشكل كبير ايوا الرمز نزنيت العلامات اللي تكبر هاد الشهر اللي كتنقرت تازازيت بزاف هادي علامات تازازيت استيكان راك كيتي توشك المهرجان الفضه الشهر سيتقي الفخار اللي قامت نزنيت هادي كل تسمت كله وكتسمح حتى بعين السرقه نسبة اللوين اللي كتواجد داخل المدينة القديمة القلب النابض اللي تيزنيت واللي بسببه تيزنيت باقي موجوده الى يومنا هذا الاصل زنيت يقات امان بمعنى امانه ديجا على الميد تستقر انا ماس نغيد ولكن هذا العين عنده قصه غريبه بسبب واحد المراه سميتها لالا زنينيه كانت واحد النهار دايزه من هذه البقعه القحيله واللي هي تيزنيت حاليا لا طائر يطير ولا وحش يسير وكانت عطشانه بزاف لدرجه الموت ف الروايات هنا كيختلفوا القصه كود ديال ماكس تي تعاود المهم اننا كما امنت لي لا لازينيا القصه انا مانيك دماني كتسكرد ماذا السلوق على من بعد هنا ديال كود ديال ماكس تي تعاود كاين اللي كيقول كانت رايه غنم تعاودني القصه لا لازينيا اننا انت تدسني لينا ما انت دويدينس داك اللي راك يعني اللي نتكسا راه يقاز ويدينس اللي يعني فوق عوما انا العينه اللي ساتين غير هذه سماس العينه قديم العين الزرقاء لا لازينيا في هذه اللحظه شربت الماء روات العطش ديالها من بعد ديك الساعة بقات في ديك البلاصة بالضبط وتفرغات للعبادة وكانوا جميع الرحالة اللي تيدوزو في العين تيسقيو البهيم ديالهم تماك دقوا الوتاد واستقروا حدا لالا زنينية وفاش توفات لالا زنينية دفنوها في نفس المكان اللي كانت كتعبد فيه وبناو عليه مسجد لالا زنينية اللي باقي واقف إلى يومنا هذا والاسم ديال تيزنيت هو لالا زنينية بالأمازيغية هذي كتسمى بالعين الزرقاء هاد المعلومات كلها كنت كنسمع بها من الصغر ديالي فاش كنت كنمشي لتيزنيت وكنت باغي ناكدهم على لسان احد قدماء تيزنيت ولكن عندني التواريخ تزنيت ما راه قلت قبل ما نقول شي معلومه على تيزنيت قررت نمشي عند الناس القدام اللي
كانوا هنايا قبل وناخذ منهم معلومات. وفاش تلاقيت مع واحد السيد هو الاول نصحوني به ما بغاش يعطي لي معلومات، قال لي كوم كوا بلي ما يقدرش يعطي لي شي حاجه غلطه، خايف لي يكون المعلومات ديالو غلطين، داكشي علاش ما بغاش يبارطاجي معايا والو. تيزنيت هنا جيت لهاد البلاصه هادي باب المعدر، وهذه هي الوجهه الرئيسيه اللي كنمشيو ليها باش تدخل سميتو المدينه القديمه، ولكن كاين بزاف ديال البيبان اخرين، الباب الدروكا، باب المعدار. صباح الخير سي محمد سي جمال، صباح الخير انت وايد خالي سير تيزنيت، واحد المدينه اللي دوزت فيها واحد شويه من الطفوله ديالي، تقريبا كاع العطل ديال الصيف كندوزهم هنايا، وكتعجبني بزاف بالجو ديالها، مدينه صغيره وفيها بزاف ديال البلايص اللي زوينين. وواحد القضيه اللي سميتو كتميت بها تيزنيت هذه، لانه الناس ديالها كاملهم عندهم بيكالات، يعني الاغلبيه ديال الناس يعني كل واحد عنده بيكالا، فاش كيمشي تسخر كيركب بيكالا. وباش عرف عاوتاني كاين قوت الزناقي، كاين بزاف ديال الزناقي هنايا في تيزنيت، دي فوا فاش كتكون دخلتي كتيك بحال داخل في واحد المتاهه. انا فاش كنت صغير ديك الساعه فاش كنت كنجي في الاول كنلقى صعوبه، لا اغلبيه السكان ديال تيزنيت اصليين. حاجه اخرى اللي كتعجبني بزاف على تيزنيت، السكان ديالها اصليين، اللي كيساعد على انه تكون نقيه ديما نقيه. غير دير لا كيسانو واو صاحبي، هنا كاين واحد البير في هذه البلاصه هذه، كيف ما قلت السكان ديال تيزنيت اصليين وباقي متشبتين بالتراث ديالهم. ساهموا بزاف في التزيين والنظافه ديال هاد الاحياء الجميله ديال تيزنيت. وداكشي علاش كيخليهم انا والمدينه تكون نقيه، كيحتفظوا بالمدينه ديالهم مزيان كما كتشوف معايا مزيان هنايا، فوالا راه سميتو نقيه، الدرب كامل نقي وزوين، وكاين دي بورتري شحال من حاجه زوينه. هنا كاين واحد البير، ها هو البير هنايا، علي في رب علي في ربنا انا تزيت يا ضربت انا تزيت ربنا في النقا يسهل لي نخدم الدروس غير شويه، خصنت المشاريع خصنت الزينات خصنت بزاف ديال الحوايج. وصلنا المسجد الكبير، واحد من بين اشهر المراكز العلميه والدينيه في منطقه سوس، من بين اقدم المساجد اللي كاين هنا في تيزنيت، كنت كنصلي فيهم فاش كنت هنا في الصغر، وانا كنت باقي عاقل عليه هو هذا، هذا قديم كان هو اوليه تاسيس المدينه، تبنى في سنه 1897 فاش تبنى، كان اللي في الاول كان خدام الناس كيصلوا فيه، ومن بعد شويه بشويه كانوا شدوه حداش جدد بناءه القائد سعيد الكيلولي بعد تهدم المسجد القديم مع صومعته البسيطة، ولم يتم تبليط الصومعة إلا في سنة 1345 للهجرة. كانت البنية ديك الساعة صافي ما شداش مزيان، الشيء عاودوا بنوه، هذا الشيء اللي كاين. ضروري. ضروري. صباح ربي اكسنت مشهور تخسر تحيه هذا صاحبي اللي حاضر تواصل والله العظيم هاتي ماذا تسكرت اكسنت كنت تشكوس والله غير كنت تشكوس اصلا كنت تشكوس راه غير نسكر استغي يا العدد الحوايج انا ما شاء الله، ولكن الدور ديال جوج كان ان شاء الله ان شاء الله.
حتي كنت دائما باغي نصور فيديو وثائقي في تيزنيت، ما حتى هاد المره كنت جاي لغرض اخر فما قدرتش نصور كل شيء، ولكن ان شاء الله خير. الجزء الثاني لابارتي هاد لابارتي هاد راه سولت باين ان شاء الله الفيديو اللي ندورت ليه دوش كان زعما فلاش باك فهمتيني، بلا انا جينا هنا وما كنديرو شي حاجه يعني هو غير درت الحظوظ دا حرك واحد ديما سيري اوكي سيري واخا اختلفوا الروايات على اللازنينية، ولكن تعلقت بزاف في هاد المراحل ومعرفتش علاش.